معيشتي من الله وهالمصيصات وهالكيس البطاطا. أنا عايشة بهالخيمة لحالي، يعني عبروح ببيع بطاطا، ببيع بسكويت، وبجيب ربط الخبز، بجيب سطل اللبان، وقت بيجوا هالولاد ببيعون. أحيان بفتل هيك على هالمخيمات على حال وجع جرياتي، أي وببيع. هل الله بيقسم لي؟ رحت على الدكتور، قال لي مفاصل جريك تخاني، والمفاصل هلا كل مفصل بده مليون، ومن مليون ما معي ورقة. كنت بالضيعة، كنت أنا وأولادي كلياتنا، أولادي حوالي ومبسوطة، وإيش بدي يجيبوا لي؟ هلا قاعدة بهالخيمة، أولادي بعيدين عني، أولادي شهيدين اثنين توفوا، وزلمتي توفي كمان. أنا ماني أحب العيش بالطول، ما بتمنى من الدنيا غير بس موت والحقهم. كل نهار قلبي محروق وببكي لحالي، وهالعيشة ما عجبتني بالطول خالص، ما هي عجبتني.